السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جود تايم والدنيا. اليوم غادي نوجد معكم دجاج بدانون مسوس كيجي واعر. الى كنتي اول مره كتشوفني اشترك في القناه ولايك وبارطاج الى عجبك الفيديو. غادي ناخذ دجاجه فيها 2 كيلو سكنجبير، تحميره، دانون مسوس وجوج بصلات كبار مشلدين. ناخذ دانون مسوس، نزيدو عليه واحد المعلقه صغيره ديال السكنجبير، ثلاثه المعلقة صغار ديال التحميره، بالنسبه للعطريه كل واحد كيدير على حسب الذوق ديالو. بالنسبه للتحميره يمكن غادي نزيد على حسب الى بان لينا لاصوص ما عطيش لون احمر غادي نزيدوه. ناخذ الدجاجه نرقدوها مزيان، ندوزوها في ديك التخليطه، نحاولوا ما امكن ندخلوا مزيان ديك الشرموله، ندخلوها مزيان في الدجاج، ومن بعد غادي نضيفوا على ديك البصله. في الاول ما كنملحوش لان غنحطوها في الثلاجه، الا حطيتيها ليله كامله من الاحسن. انا ما كانش عندي الوقت، صوبتها حتى للصباح وخليتها واحد ساعتين. في الاول ما كنديرش الملحه باش البصله ما تطلقش ليا الماء، حتى الاخر عاد كنديروا الملحه. كناخذوا البصله وكنضيفوها في ديك الشرمله، كنحاولوا ما امكن نبركوا عليها بالصباح. بهذه الطريقه كندخلوا الشرموله مزيان في البصله، وحتى البصله كنعاونوها باش تدبال دغيا، باش الا حطيناها في الفران دغيا تطيح. صافي كنحاولوا ما امكن نخلطوا مزيان. ونوزعوا البصله مزيان في الطاوه ديالنا. كنغطيوها بفيلم المونتير وكنحطوها في الثلاجه. الى صوبتوها في الليل مزيانه كتبقى ليله كامله في الثلاجه. بالنسبه لي انايا حطيتها ساعتين في الثلاجه. من بعد فاش دازت ديك ساعتين كنخرجوا الطاوه ديالنا. صافي غادي نديرو دابا الملحه، الثومه، وغادي نزيدو عليها شويه التحميره باش تعطي اللون، وغنزيدو الطوماط سوغيس، ومن بعد نفرشو على هذوك عويدات ديال المعدنوس ولا القزبور. من بعد ما كندقوهم مزيان بالمهراس باش كيطلقوا البنه، كنزيدو زيت العود حتى هو تقريبا 2 معالق كبار ديال زيت العود. صافي ما كنضيفوش الماء حيت ديك البصله راه كتطلق لنا الماء مع الطياب. في هاد الوقيته كنكونو دايرين الفران كيسخن، كيسخن مزيان على 200 درجه. صافي كنغطيو الطاوه ديالنا بالبابي وكنحطو عليها شي حاجه ثقيله، كتاخد معنا شي ساعه ونص ديال الطياب. من بعد ساعه كنحيدو عليها الغطاء وكنخليوها تحمر. في هاد الوقيته كنوجدو الشلاضه ديالنا، الشلاضه ديال الماطيشه والخيار ولافوكا. كناخدو البطاطا وكنسلقوها بالقشره ديالها، كنقيوها وكنقطعوها دويورات.
وكناخذوا واحد جوج معالق ديال القمح بالنخاله ديالو، كنضيفوا على واحد شويه التحميره وشويه الخرقوم وشويه البزار شويه الملحه شويه الاعشاب العطريه، كنخلطوهم وكناخذوا البطاطا وكنديروا عليها شويه الزيت. كندوزو هاد البطاطا ديالنا في هذيك في داك القمح صافي، وكنحطوها وكنقليوها مباشره، كتجي مقرمله وكتجي زوينه وما كتشربش الزيت بزاف. فاش كنبغيو نحطو الغداء كناخدو السلطه ديالنا وكنزيدو عليها الزيت ونزيدو لها التوابل ديالها، كمون ملحه بزار والربيع حتى هو، صافي وكنخلطو وكنقدموها بالصحه والراحه. الغداء ديالنا حتى هو وجد، الدجاج تحمر، لاصوص تشربات وعقادت، صافي كناخدو ديك لاصوص وكنبداو نسقيو الدجاج من الفوق، كنسقيوه بلاصوص محطو سخون باش الدجاج باش نقدموه ما يكونش ناشف، كيتشرب لنا داك لاصوص وكيجي لذيذ. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى هذه الطريقه ديال طياب ديال الدجاج تعجبكم وكنتمنى تجربوها. الفيديو المقبل ان شاء الله غيكون طاجين بالدياله والحمص على طريقه الوالده هي اللي غتحضروا معكم، كنتمنى يعجبكم والى الفيديو المقبل ان شاء الله. Cinematic.